زهرة بيطاط. من الخضر بورقعه والسيده بيطاط راهم كبروا دركا، كبروا حتى في غير مسؤولين حتى على قراراتهم، حتى في 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 السنه النبويه الشريفه، يعني لا يؤخذ. يقول لك في بعض الاحيان لما يجوا يصحوا الحديث كما يلقى واحد متقدم في السن يقول لك هذا ما نقدرش ناخذوا عليه بزاف لانه كبر، ربما نسى، ربما عاد ما يقدرش يوزن مليح الامور الى اخره ذلك. انا حتى لا اقدح في مصداق، يعني هذا الحديث تطبقينه على بورقعه ولا تطبقينه على الرئيس بوتفليقه؟ والله انا رايي ان الدوله فيها كثير من كبار السن على كل خلاص يعني اوكي.